ايه حكايتك انت وليلى؟ ليلى؟ صحيح انها بتحاول تقرب منك؟ انت مين اللي قالك الكلام ده؟ مش مهم مين اللي قال، المهم الكلام ده صح ولا غلط؟ لا مش صح، انا اللي معجب بيها وانا اللي بحاول اقرب منها. ليلى بنت اخت فايزه؟ انت في وعيك؟ وايه المشكله؟ مش فايزه دي اللي مربيانا زي ما هي اللي مربيه ليلى؟ لا ما دخلتش الامور، فايزه كانت بتساعدنا في تربيتكم، انتوا في الاول والاخر ولادنا وتربيتنا احنا. طب وعمل ايه بقى اذا كنت بحب ليلى وعمري ما حسيت بالمشاعر دي ناحيه واحده تانيه؟ مروان انا فاهم انت حاسس بايه، انا كمان مريت بالظروف اللي انت مريت بيها دي زمان ويمكن اكتر، لكن بعد السنين والتجارب بتكتشف ان الحب مش كل حاجه، في حاجات اهم، المستوى الاجتماعي، البيئه اللي البنت اتربت فيها. طب سيبني انا اجرب واقرر بنفسي، مش يمكن الحاجات اللي بتتكلم عليها دي ما تفرقش معايا؟ وبعدين ما انت اتجوزت ماما رغم ان عيله جد كلهم كان اصلهم فلاحين. ايه ده؟ انت بتقارن مامتك بنت محمود دياب خريجه الجامعه الامريكيه بليلى؟ هو انت ليه بتتكلم عن ليلى بالطريقه دي؟ ليه محسس انها بنت جايه من الشارع؟ مش عايز اسمع كلام تاني، ولو ما قفلتش الموضوع ده هنضطرينا اكلم فايزه، انا مش عايز اعمل حاجه زي كده. يلا البس هدومك وانزل افطر معانا، مش عايز ماما تحس باي حاجه، الدكتور قال نبعد عن اي توتر. يلا أروق. ايه ده؟ انت بتعيطي؟ ازاي سيبني؟ ازاي سيبني؟ انا عملت ايه غلط؟ حبيبتي ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوليه ده؟ هي دي أول مرة انت ومروان تتخانقوا فيها وتسيبوا بعض؟ ده أنا أصلاً بقلق لما ألاقيكوا قاعدين شوية كده من غير ما تتخانقوا. مروان عمره ما سابني عشان خاطر واحدة تانية، حتى لما كنا بنتخانق كنا بنتصالح عادي، ولما كان بيعرف واحدة من ورايا ما كانش بيقولي عشان ما اتضايقش، لكن المرة دي غير أي مرة. ومين اللي قالك إنه هيكمل معاه؟ هتاخد يومين زيها زي غيرها وبعد كده هيسيبها. يا هبلة، مروان بيحبك أنتِ، هيلف يلف ويرجع لك. ومين قالك إن أنا هوافق أرجع له بعد ما سابني عشان خاطر واحدة زي دي؟ تفتكري ممكن يرجع لي؟ أروى حبيبتي، قومي غيري هدومك وحطي ميك اب وروحي على جامعتك. مش عايزاكي تجيبي سيرة حاجة خالص، عايزاه لما يشوفك يندم انه ضيعك من ايده، فاهمة؟